ترتاحي يا بنتي، دلوقتي نعمات تجيب النتيجه. خايفه يا خالي؟ انا شايف ان مفيش داعي للخوف ده. مبروك يا زينب. كان لازم اجي عشان اقول لك مبروك. ايه نجحت وجبتي 85%؟ مبروك يا ست، قدمت نجحت وخدت شهادة عالية. فينك يا صلاح تيجي تسمع؟ الإنسان المريض بيبقى محتاج إيه؟ محتاج علاج، وزينب مريضة. مريضة؟ مريضة بالماضي يا ابني، دي ما شافتش قليل. وهتفضل مريضة لحد إمتى يا عم حسنين؟ مهمتنا كلنا إننا نفضل جنبها لحد ما تخف، وأنت أولنا يا درش. أنا؟ أيوه، تفضل جنبها لحد ما تخف. لا يا عم حسنين لا، أنا مش قادر يا عم حسنين، مش قادر. افضل جنبها بصفتك أخ. أنا بحبها يا عم حسنين، بحبها. وعشان كده بقول لك تفضل جنبها. مش قادر، مش قادر يا عم حسنين، مش قادر مش قادر. أمال قادر بس تاخد أحمد تفسحه كل يوم؟ أحمد؟ أحمد ده غالي عندي أوي، ده أنا اللي مربيه. غلاوة أحمد من غلاوة زينب. أنا مش بطلب منك غير إنك تقف جنبهم هما الاتنين. وانا يعني قادر ابعد وما بعدتش. مش معقولة كده يا أحمد، كل مرة تغلبني. تعرف أنا غلبتك ليه؟ ليه؟ عشان أنت اللي علمتيني لعبة الشطرنج. لا بقى يا أستاذ، أنا اللي اديتك فرصة عشان تغلبني. يا سلام، وكل اللي في النادي اللي بغلبهم واحد ورا واحد هم كمان بيدوني فرصة عشان أغلبهم؟ هو أنت يعني بتغلب كل اللي في النادي؟ طبعا، حتى اسألها من مصطفى أهو بيبقى قاعد يتفرج. هو مصطفى بيجي معاك النادي كل يوم؟ ده أنا اللي بروح معايا يا ماما، ده كل الناس اللي هناك عارفين إن عمي أخو بابا. أخو بابا؟ يعني بقول له يا عم. اه وتعرفي كمان لاني كابتن في الكوره، وكمان هخش مسابقه الشطرنج، وكابتن كمان في السباحه. ده مدير النادي طلع لي كانه عضو رياضي، ودلوقتي اقدر اروح النادي لوحدي في اي وقت. يعني انت دلوقتي خلاص كبرت وما بقتش اخاف عليك يا احمد؟ تخافي على مين يا ست ماما؟ دي كلها يومين والنتيجه تظهر واخش اعدادي. ولما تخشي اعدادي بقى في كلام مهم قوي انا عايزه اقوله لك. كلام ايه يا ماما؟ لا، لما تخشي اعدادي وتنجح كمان حابه اقولهولك. طب تحب اغلبك كمان دول؟ لا لا يا سيدي، انا مش عايزه اتغلب تاني. ايه غلبت امك يا احمد ولا ايه؟ تحب اغلبك يا خالي؟ لا يا حبيبي انا مش قدك. نفس الكلام بيقوله عم ادهم. عم ادهم؟ مين عم ادهم؟ عارفه ادهم ده ايه اللي بيغلبه ابنك احمد؟ ايه ده؟ مدير المعامل في المصنع اللي احنا فيه. يا خبر ابيض، انت بتلعب مع ناس كبار كده؟ وبغلبهم. ده غلبك امبارح، وعشان كده انا هغلبه بكره. اصلي عندي روح رياضيه يا ماما، احب اغلب ومفيش مانع ادي فرصه اللي قدامي واغلبه. عن اذنك. على فين؟ هشتري من رعايا حاجات من السوق. طيب ما تتاخرش. انت عارفه ادهم ده قد ايه؟ قد ايه في عمر كده ومصاحب احمد كانه عمره بالظبط. ياه، طب واخرتها يا خالي؟ إيه؟
ده احمد بيقضي نص عمره في النادي. يا ستي ما هو في اجازه. ايوه يا خالي، بس انا خايفه لحسن ياخد بقى على اللعب. احمد دلوقتي كبر وبقى راجل ويقدر يعرف دلوقتي يذاكر امتى ويلعب امتى. ده حتى لو حبيت تكلميه في موضوع يعني ممكن يقدر ويفهم. خالي انا هسألك سؤال بس تجاوبني عليه بصراحة. خير. هو مصطفى يعني تفتكر دلوقتي ما بقاش يفكر في 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 في, في, في ايه؟ في موضوع جوازنا يعني؟ اهو ده السؤال اللي كنت عايز اساله لك. تصور يا خالي، تصور انه بقى يعاملني زي نعمات اخته بالظبط، ما بقاش يكلمني في اي حاجه، ما بقاش يفتح لي اي موضوع يا خالي. امال انت منتظره منه ايه؟ عايزه منه ايه؟ 10 سنين لحد دلوقتي وبتقولي انا لسه مش عارفه احساسي بالظبط. وهي دي الحقيقه يا خالي، وده اللي انا كنت خايف منه وعامل حسابه. ويا ما كلمتك. ما كنتش اقدر اعمل غير اللي عملته خير. وعمي مصطفى راح يجيب لها الدكتور وقال يقول لك تنالي قبل نعمات. لا 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 بلاش نعمات، نعمات لسه والده ما تقدرش. انا هروح. انا الف سلامه لك يا ست ام مصطفى يا اميره، ده انت غاليه عندنا كلنا. تعبانه يا حسني، اول ما هتاخدي الحقنه هتخفي باذن الله. لا مصطفى. نعم. بخاف من الحقن يا ابني. معلش يا نينا، عشان خاطر تخفي، ده انت غالية عندنا قوي. غالية علينا كلنا. بالشفا ان شاء الله. تعبتك معايا يا زينب. انا قلت لها نبعت لنعمات لكن هي اللي رفضت. يا سلام، يعني نعمات بنتها وانا لا. نينا رؤية امنا كلنا. الدواء اللي الدكتور كتبه. يلا زينب عشان انتي تروحي وترتاحي. لا 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 انا مش تعبانه. معلش انتي شويه وانا شويه. لا معلش، روحي ارتاحي انت وانا سهرانه جنبها.
ايوه زينة، بالحقيقة انتي تعبتي معانا قوي وانا مش عارف اشكرك قد ايه. الناس القريبين من بعض ما يشكروش بعض. انت ناسي ان نينا رؤية غالية عندي قوي. وانتي كمان يا زينب، انتي كمان غالية عندها قوي قوي قوي. يبقى انا مش تعبان. ايوه بس انت ناسي انك انت عندك ثانويه عامه والامتحانات قربت. يا سيدي المهم لينا رؤيه تخف وبعد كده اذاكر ليل ونهار. الثانويه مش سهله. لينا رؤيه غاليه عندي قوي. خالي انا دلوقتي اقدر اقول لاحمد على كل حاجه كده. هو ده احساسي يا خالي. انا حاسه اني اقدر اقول له على كل اللي حصل واللي لازم يحصل دلوقتي. يبقى انا اقول لك بقى على اللي حصل النهارده. في ايه يا خالي؟ صلاح. صلاح شفته النهارده؟ شفته؟ شفته فين؟ هنا في البلد. فين في البلد؟ عندنا في المصنع. كان بيسأل عليك؟ لا. المدير موجود يا شلبي؟ ايوه موجود يا عم حسنين. طيب لا 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 استنى شويه. ليه؟ اصل لما اخذه معاه ضيف جوه. طيب اجيله وقت تاني. مع السلامه يا دكتور صلاح. الله يسلمك. اسانسير يا شلبي. حاضر يا فندم. ما تنساش الميعاد. بس لو سمحت يا ادهم الاقي بكره كل شيء جاهز. ما انا قلت لك هنتقابل ليله في النادي نتعشى واحكي لك على كل ظروف المعامل. يكون احسن برضه علشان بكره الشغل يبقى على اساس ان شاء الله. سلام عليكم. مع السلامه. استنيتني كتير تاخرت عليك. ايوه وجيت عشان استعجلها لقيت حضرتك مشغول بالضيف اللي كان عندك. دكتور صلاح هو هيتعين عندنا هنا في الشركه؟ لا ده منتدب لمده 6 اشهر بس. ليه؟ عشان الاجهزه الجديده اللي استوردناها. هو دكتور في ايه بالظبط؟ في الكيمياء. وهيقعد هنا عندنا في الشركه 6 اشهر؟ احنا من يوم ما جت المعامل واحنا مستنيينه. ما هو الدكتور صلاح ده من المتخصصين في الاجهزه اللي استوردناها دي. يا سلام. ده دكتور كويس قوي. قعد في لندن زياده عن 10 سنين. بلدياتي. بلدياتك؟ ما انا لما سافرت لندن من 6 شهور عشان اتفق على الاجهزه الجديده دهيت قابلته ونفعني قوي. وجه من لندن على هنا على طول. هو مين؟ الدكتور صلاح. جاء من شهر تقريبا. خالي تفتكر صلاح عارف اللي جرى؟ وهيعرف منين؟ اللي يسأل يعرف. اللي يسأل؟ لكن صلاح هيسأل ليه؟ أكيد ما راحش الكمال وعايدة. وليه أكيد؟ لأنه لو كان راح لهم يا خالي أو كانوا عرفوا إنه جه كانوا بعتولي جواب. على كل حال ما دام جه لحد هنا برجليه تبقى هانت. تقصد إيه يا خالي؟ شوفي بقى يا زينب الله الله على الجد والجد الله الله عليه. أظن آن الأوان بقى دلوقتي إنك تقولي لابنك الحقيقة. وإن ما قلتهاش أنت هقولها أنا
وابوه هو على بعد خطوة مننا. خالي. نعم. انت اسمك زينب؟ انت قصدك تقولي ايه بالظبط؟ قصدي اقول ان صلاح ما جاش. ما جاش؟ كأنه ما جاش. ليه؟ مش عايزة احمد يعرف ولا اي حد تاني انه جه. انا اسف جدا يا استاذ ادهم اني غلبتك دورين، ولولا ان ماما قالت لي ما تتاخرش كنت اضطر اغلبك كمان دور. بس لو ما كنتش ولد دمك خفيف ولمت. اولا انا مش ولد. امال سيادتك ايه؟ رب طبعا، وعشان كده بلعب معاه. طب وثانيا لو ما كنتش لمت كنت انت عملت ايه؟ كنت غلبتك يا ولد. احنا فيه بكره زي دلوقتي اجيلك تغلب. ايه اللي بتعمليه ده يا زينب؟ طلبيه الطواقي بتاعت بكره. انت اللي بتخيطيها؟ اه، عشان نينا رؤيه ما تقلقش وتطمن على شغلها. نينا رؤيه خلاص، انا لا يمكن بعد كده هخليها تشتغل. لما تبقى تخف ابقى اقول لها انت الكلام ده يا استاذ. يعني ايه؟ يعني بصراحه بقى انا هقعد اشتغل كده بدلها لحد ما هي تخف. ايوه بس شغلك. لا، ما انا اخدت اجازه من الشغل. طب ومذاكرتك؟ مش معقولة يعني أحس إن هي رؤية تعبانة وأكون عارفة إن مفيش حد ممكن يقعد جنبها وأروح أذاكر أنا. غريبة. إيه اللي غريب؟ أنا كنت متصور إن المذاكرة بقت أهم شيء عندك. مفيش أي قوة في العالم ممكن تخليك إنك أنت ما تذاكريش، خصوصا في أيام الامتحانات دي. أنا كان متهيألي إن خلاص المذاكرة بقت كل شيء في حياتي. كل شيء في حياتي؟ بيتهيألي كده. هو الحقيقة المذاكرة طبعا شيء مهم جدا في حياتي، لكن مش معقولة يعني ألاقي نينا رؤية تعبانة ومحتاجاني، أو أي حد محتاجني من اللي بحبهم بيحبوني وقاعدة أذاكر. طب والمذاكرة والنجاح؟ مش أهم من إني أعمل اللي لازم يتعمل. زينب، زينب انت انسانه قوي وطيبه قوي. زينب انت في حاجات كتير قوي 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 ما تكملش، لان اللي بيحصل ده شيء عادي وما اقدرش اعمل غيره. ازاي صحة رؤية دلوقتي؟ الحمد لله يا خالي، هي النهاردة كويسة، أنا ابتديت أطمن عليها. عقبال ما أطمن عليك أنت كمان. اطمن يا خالي، أنا داخلة أذاكر. تعالي هنا، هو ده وقت مذاكرة؟ الله، في إيه يا خالي؟ أنا مش قلت لك من أسبوع إن صلاح أبو أحمد هنا في المحلة؟ أيوة يا خالي قلت. يعني ما نسيتيش؟ لا يا خالي، أنا فاكرة كويس. أمال ساكتة ليه؟ الأيام جاية كتير. أيام إيه؟ إحنا لسه هنستنى الأيام؟ الحكاية دي لازم تنتهي بقى. كل شيء له نهاية يا خالي. أنا قلبي عليك يا بنتي وعلى أحمد ابنك. هانت يا خالي. ومدام هانت مع أداها ليه؟ وحستعجل على إيه بس؟ ابني ومعايا وأبوه موجود. وإيه الداعي لسكوتك؟ خالي، أنت مش بتقول إن صلاح هيروح النادي؟ أيوه. خلاص. خلاص إيه؟ تبقى هانت. مبروك يا احمد، الف 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 مبروك يا حبيبي. انا نجحت يا عمو. ايوه حبيبي، الف 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 مبروك يا احمد. الف مبروك يا حمار. احمد نجح. ايوه جاب نمر كويس قوي. انا مش قلت لك انك انت ولد شاطر؟ ما انت طول السنه مذاكر معايا يا عمو. ده انت كانك كنت بتمتحن معايا. الحقيقه فعلا
انا حاسس ان انا كنت بمتحن معاك. الف الف مبروك يا حبيبي. فرحانه يا ماما قوي قوي. تعالى بقى لما نفرح نينا الرؤيه. يلا. خالي خالي احمد نجح يا خالي. ما انا سامع رؤيه وهي بتزغرط له. وانا كمان لازم اذاكر وانجح واجيب مجموع. انت بتذاكري عشان تنجحي؟ هذاكر ليل ونهار وهتشوف يا خالي. هاخد الثانويه العامه وهجيب مجموع كبير كمان. ماما انا هكتب له جواب دلوقتي حالا واقول له ان نجحت وهدي حضرتك تسجله للولاد يا خالي. ايوه يا ابني احمد. ما هو ما هو ايه بس يا خالي؟ خليه يكتبه وسجله زي ما بتسجله كل مره. يلا يا حبيبي يلا روحي اكتبي الجواب وهاتهولي. يلا. مرتاح في اللوكاندا بيتي مفتوح لك يا دكتور. لا لا انا خلاص اتعودت على كده من يوم ما جيت مصر. ده انا كل يوم في بلد شكل. طبعا ما انت مفيش في تخصصك ناس كتير والمصانع طالبه خبرتك. انا قعدت في لندن 10 سنين. لكن بقى انا السبب. لما كنت في لندن عشان الاجهزه كنت مصمم الاقيك عشان ما اعرفش باجهزه اي كلام. انت عارف بتبقى مسؤوليه وساعات بتقال كلام كتير. ما انت بقى اللي جبت رجلي لهنا بعد ما كنتش ناوي ارجع خالص. ده انت كنت معصلجه عصلجه. لكن انا اللي اقنعتك. ولما نزلت مصر اتصلت برئيس مجلس الاداره وقلت لهم بس انا اجيب لكم هديه الخبير اللي هو ومصري كمان. لكن الظاهر مش هستمر كتير. قصدك هنا في المحل؟ لا في مصر كلها. طب ليه؟ يعني ايه؟ اللي غش باللعب يغش كل حاجه يا شيخ حسام. هو انا غشيت؟ طبعا. لما تاكل بالفيل بدل الحصان يبقى ده غش ولا لا؟ يا ابني اللي قدامك ده فيل. قصدك فيل بس عمل رجيم فبقى حصان مش كده؟ ظريف الولد ده. قصدك احمد؟ اه اللي بينكد ده. احمد ده مش ظريف وبس، ده جن. جن؟ اه بسم الله ما شاء الله. ولد شاطر في كله، كابتن كره قدم، كابتن سباحه، اما بقى الشطرنج ما تلاقيش اتنين في البلد يلعبوا شطرنج زي. غريبه. هي فعلا غريبه. عارف ليه؟ ليه؟ لانه بيفكرني بيك لما كنا في البلد. فاكر لما كنت تغلب راجل ورا راجل في الشطرنج وانت كان عندك كام؟ 12 سنه. انت فاكر؟ عيب، ده انت اللي معلمني الشطرنج. كانت ايام فعلا. تعرف ان المحل هنا بتفكرني ببلاش عشان كده مش عايز اسيبها ابدا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تعالى معرفك بالدكتور. اهلا بالدكتور الجديد. الدكتور الجديد؟ اه جديد علينا، اول مره اشوف حضرتك هنا في النادي. اه الدكتور صلاح، دكتوراه في الكيمياء من لندن. عقبالك يا احمد. يا ترى الدكتور بيعرف يلعب شطرنج؟ ليه؟ انت بتعرف تلعب شطرنج؟ لا لسه بتمرن وعشان كده بغلب الاستاذ ادهم. يا احمد احمد ارجوك ما تتحدانيش احسن بعدين اغلبك. ده انا جايلك مخصوص اهو عشان تغلبني كده. طب روح حضر بقى الشطرنج وانا هخلص كلامي مع الدكتور واجيلك حالا. بس على شرط ما تجيش لوحدك، هات الدكتور صلاح معاك عشان يشهد من فينا اللي هيغلب. اه والدكتور صلاح احسن واحد يشهد. ليه؟ لانه احسن. لا 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 ما تصدقهوش، انا ما بفهمش في الشطرنج يعني قوي يعني. انت خلاص اعلمك. اتفضل القهوه. يا ترى بقى عرفت طريق البن لوحدك؟ بصراحه لا، عم حسنين هو اللي ورهولي، لكن انا اللي عملت القهوه. بس ياك تطلع مظبوطه يا سلام. ما دام من ايد مصطفى يبقى اكيد هتبقى مظبوطه. طب يلا بقى بلاش كلام وذاكر. يلا. هاي هاي يا احمد. يلا دور تاني. انا هتحداك بقى. مش هنخلص بقى. لا يمكن. جرى ايه يا احمد؟ هو انت هتقضي نص عمرك في النادي؟ اعمل ايه؟ الاستاذ ادهم ما كانش راضي يسيبني غير لما يغلبني. وغلبك؟
ايه ده انا احمد اللي متعلم على ايديك يا ست ماما. طيب مش جايز الاستاذ ادهم ده يكون مش بيعرف يلعب شطرنج كويس عشان كده انت غلبته؟ لا ابدا ده بيلعب كويس. انت مش واثقه فيا ولا ايه؟ واثقه طبعا، بس عشان اثق فيك اكتر عايزاك تدور على حد تاني تلعب معاه وتشوف اذا كنت هتغلبه ولا لا. خلاص هدور على حد يكون بيعرف يلعب شطرنج كويس واغلبه عشان تطمني على تلميذك يا ست ماما. ايوه بس يعني حد ما يكونش صغير قدك كده. لا انا عايزه ادور على حد كبير، راجل كده يعني يكون قد الاستاذ ادهم. في واحد دكتور بقاله كام يوم بيتفرج علينا واحنا بنلعب والظاهر كده انه بيفهم في الشطرنج. هو مين؟ واحد دكتور دمه تقيل بس الظاهر انه بيعرف يلعب شطرنج. تعرف يا ماما انا لازم العب معاه. بس ايه؟ دمه تقيل مش عارف ليه. تصوري يا ماما الضحكه تطلع من بقه كده وترجع في كلامها تاني وطول قعدته ما بيتكلمش كلمتين اتنين على بعض. والراجل ده اسمه ايه؟ الراجل السرحان. الراجل السرحان؟ انا سميته كده. لا لا هو اسمه ايه؟ اسمه صلاح. انا اسم بابا بس يا خساره دمه تقيل. مش جايز يعني يكون تعبان ولا حاجه؟ جايز. طيب وهو بيجي النادي كل يوم؟ لا ملاش الا من كام يوم. يعني دلوقتي بيجي كل يوم؟ كل يوم. يا ريت يكون بيعرف يلعب شطرنج. ليه؟ عشان تغلبه. اكيد هلعبه وهغلبه ولو ان اللعب معاه ما يشجعش. ليه بس؟ بقولك الضحكة بتطلع من بقه كده وترجع في كلامها تاني. يا احمد هو انت هتنكد معاه ولا هتلعبه شطرنج؟ سيبك منه تتعشي معايا؟ لا معلش شبعانه. يبقى العشي انا. ماما هو بابا ما عادش جواب النهارده؟ ها؟ لا لا ليه؟ هو مش بيبعت جواب كل اول شهر والنهارده ميعاده؟ ها؟ ايوه لازم خلي ما راحش البوسطه. جايز. يبقى روح انا بكره. لا لا مفيش ده هتروح انت البوسطه. جايز يعني يكون الجواب جه وخالي نسي يديهولك. جايز. العزيزة زينب. لا لا خلاص مش قادرة على الكدب اكتر من كده. مش قادرة. انا لازم اقول لأحمد. لازم اقول له. ايوه بس هقول له دلوقتي ازاي وهو بيقول عليه دمه تقيل. لا لا مش هقول لأحمد دلوقتي. الايام جاية كتير. المهم دلوقتي المذاكرة. أنا لازم أخش الجامعة. بس كنت عايزه اقول لك يعني ما تتاخرش. بس كده دورين شطرنج وهاجي على طول. عايزه حاجه تانية؟ طبعا عايزه. ايه؟ عايزاك تغلب الدكتور اللي اسمه صلاح. اطمني
هغلبه يعني هغلبه. بلاش غرور يا احمد. ليه بقى؟ ده الاستاذ ادهم بقاله اسبوع مش عارف يغلبني. طيب مش جايز يكون الدكتور صلاح ده بيلعب احسن منك؟ جايز او جايز لا. طيب شوف بقى، انا عايزاك بكره تلعب معاه وتيجي تقول لي على كل اللي حصل بالظبط. بقول لك من دلوقتي هغلبه. يا احمد بلاش غرور. هغلبه هنشوف، واذا ما غلبتوش بكره يبقى اغلبه بعد بكره. كش. دكتور صلاح انت ليه كدبت عليا؟ كدبت عليك؟ ايوه. انت مش قلت انك ما بتعرفش تلعب؟ وانت رايك ايه؟ اول واحد احس انه بيعرف يلعب احسن مني. انت شايف كده؟ دي الحقيقه يا دكتور، ولازم اقولها لماما. ماما اصلا موصيه انا اغلبك. تغلبني؟ طب ليه؟ اصلا هي اللي معلماني الشطرنج. على كل حال انا مسامح يا سيدي، وروح قول لماما انك انت اللي غلبتني. لا يا دكتور انا ما احبش الكذب ابدا. لا ده مش كذب. امال ده ايه؟ دي كذبه بيضة. ما فيش حاجه اسمها كذب ابيض وكذب اسود، يا اما كذب يا اما صدق. ليه كدبت عليا يا صلاح؟ خفت اقول لك اني عشت مع مراتي 6 سنين. ليه؟ حياتي الخاصه ملك لوحدي. افتكر دلوقتي حياتك الخاصه ما بقتش ملكك لوحدك. انا بتكلم عن حياتي الخاصه اللي قبل كده. ده انا من يوم ما انفصلت عن مراتي من 10 سنين وانا ما اعرفش عنها اي حاجه. مش ده الموضوع. امال ايه الموضوع؟ تعيش مع مراتك 6 سنين وتقولي في الاول ان هما 6 شهور. طب ليه؟ من غير ليه. انا اللي قلتلك قبل كده انهم 6 شهور، وانا دلوقتي اللي بقولك انهم 6 سنين. فيها ايه يعني؟ فيها كتير. عشان تسيبوا بعد 6 سنين يبقى ضروري في سبب، وانا لازم اعرف السبب. انا نسيت اللي فات. حد ينسى 6 سنين من عمره؟ يا ستي انا عايز انسى كل اللي فات. اللي ينسى الجواز الاولاني ما يقدرش يبني الجواز التاني. ما تكذبش عليا. ياه انت هتكبري الموضوع. على كل حال اعتبريها كذبه بيضه. مفيش حاجه اسمها كذب ابيض وحاجه اسمها كذب اسود، يا اما كذب يا اما صدق. ومين قالك ان مفيش حاجه اسمها كذب ابيض او كذب اسود؟ ماما. ماما؟ ماما من وانا صغير كانت بتقول لي الكلام ده. وعلى كده بقى انت ما بتكذبش ابدا؟ وليه اكذب؟ الراجل ما يكذبش. ودي برضو ماما اللي قالتها لك؟ لا دي انا عارفها، وكمان عمي مصطفى وخالي حسنين قالوها لي. وبعدين يا زينب؟ ولا حاجه يا خالي، قلت لك قبل 6 أشهر ما يفوتوا هكون قلت لأحمد على كل حاجة. زينب يا بنت أختي. نعم يا خالي. ما تريحي قلبي وقولي لي ليه مش عايزة تقولي لأحمد إن صلاح يبقى أبوه، وتقولي صلاح إن أحمد يبقى ابنه، وتخلصينا بقى. لما يحبوا يا خالي. يعني إيه؟ مش فاهم. يعني أحمد دلوقتي بيقعد كتير قوي مع صلاح لدرجة إنه خلاص ما بقاش بيلعب شطرنج مع الأستاذ أدهم. لا يا ستي، الأستاذ أدهم مراته عيانة وقاعد جنبها، ده حتى ما بيروحش النادي خالص. كده يبقى كويس، أحمد وصلاح دلوقتي هيقربوا من بعض، ولما أحس إن أحمد قرب يحب صلاح هقول له أنا على كل حاجة. تفتكري كده؟ طبعا. مش بيقولوا يا خالي الدم يحن؟ لما الدم يحن واحمد يحب صلاح وصلاح يحب احمد، وانت تقولي لاحمد واحمد يقول لصلاح، وترجع الميه لمجاريها، وتوته توته فرغه الحدوته، مش كده؟ انا فعلا غلطان يا صلاح، لكن بس مش عايز اسمع منك ولا كلمه. لا يا صلاح، ما هو انت لازم تسمع. هو اللي حصل ده حصل ليه؟ ليه يا ست هانم؟ عشان بحبك يا صلاح، بحبك.
وبتعيطي ليه؟ خايفة، خايفة يا صلاح. من ايه؟ خايفة احسن تكون خلاص مش بتحبني. مساء الخير يا زينب. مساء الخير يا مصطفى. احمد وحشني قوي. وانت كمان وحشته. هو فين؟ راح يا سيدي النادي. يبقى تلاقيه اكيد بيغلب الدكتور الجديد اللي اسمه صلاح.